انت من الناس اللي تحب تتعلم HTML5 فانت في البلاصة الصحيحة. فعن طريق الفيديو هذا باش يكون كل شيء واضح باذن الله، ما تقلقش روحك يعني. وبما انك مبتدئ في المجال هذا لازم يكون متوفر عندك نافيغاتور جوجل كروم. هو فما بليزيور شوا، مي انا من رايي انك تستعمل جوجل كروم، اسهلك برشا. بالنسبة لإيديتور دو تكست كيما تنجم تختار نوت باد بلس بلس، وبالنسبة للليديو تنجم تختار كيما اتوم، ويب ستورم، سبلايم تكست، وفي اس كود. فوالا هذا كل شيء. يلا من غير ما نزيد نطول عليكم يلا نبدا في الشرح. سكنتم فؤادي ورب العباد وانتم منائي واقصى المراد. راهو يا جماعه ال HTML5 سي تان لونغاج دو باليزاج، ماهوش لونغاج متاع بروغراماسيون. يعني هذه حاجه لازمكم تحطها في مخاخكم اول ما تبداو تتعلموا ال HTML5. دونك اول حاجه باش نعمليها باش نصنعوا فيشي .html. مادام نحنا باش نخدموا دو HTML5 لازمنا .html فيشي يكون. اول حاجه لازمنا نصنعوا دوسي باش نحطوا فيه البروجي نتاعنا، خاطر توا بور لو مومون باش يكون عندك باج واحده، من بعد القدام شويه يوليو قداش من باج. دونك ماذا بيك انك تتعلم انك تنظم الخدمه نتاعك. دونك يا جماعه اللي تاب الاولى اللي باش نعمليها باش نصنعوا دوسي. دوسي تحب تسجلوا في اللي تحب انت، في السي دي بوان، في اللي تحب انت، ان شاء الله حتى في المريخ. اني باش نسجلوا في على ديسكتوب، يعني اسهل حاجه. يلا نحطوه على ديسكتوب، نعملوا نيو، نعملوا فولدر لنا، نسميه مثلا HTML5. اسهل حاجه يعني سمي البروجي نتاعك خدمتك باش من بعد تعرف هذاك البروجي تبع شنو. هكا هكا الحكايه. توا الدوسي هذاك باش نحلوه بالليديو نتاعنا. توا بور لو مومون قاعدين نخدموا على VS Code. اين انت اين انت اين انت اوه بي. نحنا ما صنعنا دوسي، دونك نمشيو لنا نعملوا اوبن فولدر ديسكتوب باش نلقاو HTML5. تو سامبلومون نعطيو اسم، دونك باش نعطيو اندكس .html. ما تنساوش .html شنو هي، .css، .html، .js. لازمك تعطيه التيب نتاعو شنو. دونك انت كي تعطيه .html يعرف هذاك الكود .html. خلينا نجربو عفسه، يلا نكتبو مثلا ميساج سامبل عسلامة. اكتب جو سوي سامر تيكايا انريجستري. كنترول اس باش تسجل الخدمه نتاعك ديما. كنترول اس وانتي ماشي، وانتي ماشي باش ما تضيعش الخدمه. زعما حسب رايكم شنو باش يافيش على النافيغاتور. يلا خلينا نشوف. طلعنا اوب عسلامه جو سوي سامرتيكا. يلا خلينا نبداو في الرسم. دونك عندنا الديكلاراسيون اللي هي دوك تايب. نعملو هكا دوك تايب هكي ديكلاراسيون، هذيك اول حاجه تحطها. من بعد عندنا HTML سلاش HTML. HTML سلاش HTML واحد واحد يسكرها لكم. باليز HTML هي الباليز البرينسيبال في الكود. وفي وسط ال HTML نعملو هيد سلاش هيد. هيد سلاش هيد داكور. وفي وسط ال هيد نحطو عندك التايتل. التايتل اش تعمل التايتل؟ هيا سيدي التايتل سكرها التايتل الساعة. التايتل هذاك باهي. خلينا نمشيو للنافيغاتور نتاعنا. نحنا ما فما حد شيء مكتوبه index.html قاعد ياخذ باسم الفيشي index.html. نحنا كي نعملو تايتل نحطو فيه اسم يولي عندهم اسم، نحطو مثلا HTML5 فوالا تبدلت HTML5. يعني جوست التيتخ نتاع السيت وكا هو هذيك هي الحكايه. عندنا باليز بي. بي هي شني؟ اسم على جسمه باراجراف. واهم حاجه بادي سلاش بادي. دونك وين تجي؟ تجي تحت الهيد سلاش هيد هذيك اكزاكتومون. لان نكتبو بادي سلاش بادي لان شنو باش يكون في وسط البادي باش تحط اللي تحبته في شيء الكل على نافيغاتور ريتو. لان في الباج هذيا اللي محطوط لنا في الابيض لنا اللي تحبته في شيء تكتبه في البادي. بار اكزومبل تحب في شيء في الباج نتاعك باراجراف، الباراجراف اللي باش تكتبها لازمها تكون في باليز بي سلاش بي. دونك نكتبو هكا بي سلاش بي. ولينا مثلا نحطو الميساج نتاعك لنا باش تحط مثلا كوكو. نعملو ريفريش فوالا. باهي توا باش نمشيو للي باليز سيمونتيك باش نفيشي لكم اكزامبل باش تفهموني بالكدا. لي باليز سيمونتيك يتمثلو هيدر سلاش هيدر، ناف سلاش ناف، سيكسيون سلاش سيكسيون، ارتيكل سلاش ارتيكل، فوتر سلاش فوتر. يعني تنظيم ستركتور معينه، وهذا من الكل باش تحطو بين البادي وسلاش بادي. دونك نحنا توا باش نجربو في نعملو اكزامبل. نعملو هيدر سلاش هيدر وفي وسطها وتحت نعملو ناف سلاش ناف اكزاكتومون، وتحتها نعملو سيكسيون
سلاش سيكسيون. وفي وسط السيكسيون هذيك عندنا قداش من ارتيكل، دونك نعملو سلاش ارتيكل. وتحت بالكل في السيكسيون عندنا فوتور، فوتور هكا فوالا ديك الاخراني البر الاخرانيه بالكل كيما وريتكم بكري في ليكزامبل. دونك لنا نعملو هاش 1 سلاش هاش 1 بي شنو باش نحطو فيها؟ نحطو مثلا مون سيت ويب، نعملو ريفريش في الباج فوالا. بالنسبه للناف باش نعملو مثلا ليان، دونك باش نعملو لنا هكا ليان نعملو ا هشرف pour le moment باش نعملو ليان يهز الباج اخرى مثلا نصنعهم بعد الباج، نعمل مثلا باج 2.html. مي احنا علاش باش نكليكيو؟ لازمنا فما تكست، التكست هذاك كي نكليكيو عليه يهزنا للباج اللي حاشتنا بها اللي هي باج 2.html. دونك نحطو لنا الاسم بالبالي سلاش ا، غادي باش نحطو التكست الا باش كيف باش نكليكيو عليه التكست هذاك يهزنا للباج باج 2 هذيك .html. دونك نكتبو لنا مثلا نكتبو على نفس الواحد باش ما نغلطوش باج 2 ماشي هكا، هذا تكست وهذا الباج هذيك اللي يعني باش تهزك. دونك نمشيو نعملو ريفريش نحنا في الباج فوالا. دونك هكا باج 2 هذيك اللي كتبناها مثلا نجم تكتب نيمبورت كوا انت والسوجي نتاعك، كي تكليكي على باج 2 باش يهزك للباج باج 2.html نفسه، ونصنعو في شيء اخر نسميوه باج 2.html نفس اللي سميناه. راه رد بالكم نفس الاسم باج 2.html فوالا. وباش ما نسهروا على رواحنا مثلا نكوبيو نفس الكود هذا الكل ليكزامبل ونحطوه في الباج 2 ماشي هكا. ومثلا نبدلو في التكست هذايا باش تعرفوا شنو هي الفرق، معناها نحنا رانا تحولنا للباج الاخرى، خاطر كي باش نحطوا نفس الكونتوني ماكمش باش تحسوا بالفرق. دونك نكتبوا لنا مثلا باج 2 باش تفهموا يعني فما فرق بيناتهم هكا. دونك نمشيو نعملو ريفريش في الباج بي. كي نكليكيو على الباج 2 وين يهزنا؟ باج 2 فوالا. باني حابه توا كي نكليكي على اللين هذا يرجعني للباج الاولى، كيفاش نعملو؟ نمشيو لنا جوست نكتبو مثلا باج 1 نسميوها ولا نسميوها اندكس خاطر هي ديجا الاندكس الاولى، وهوني جوست نبدلو اللين تاع الباج في الباج 2 هذا الكل تبديله اندكس .html. كي نمشيو توا للنافيغاتور نتاعنا نمشيو للباج الاولى نعملو ريفريش نمشيو للباج 2 يهزنا الباج 2، نكليكي على اندكس يهزنا على الباج الاولى اني وريتور بي. توا نرجعو للباج نتاعنا الاولانيه الاصليه index.html نكملو ليكزامبل نتاعنا. جربو مثلا توا هاش 3 دونك باليز هاش 3 دونك نكتبو هكا سلاش هاش 3 ديما حاولوا انكم تنظموا فوالا هكا واضحه خير بي. لنا مثلا نحطو تيست نحنا بار اكزومبل نمشيو للباج نتاعنا بيان سور index شوفوا الفرق بين الهاش 1 وبين الهاش 3 دونك فما باليز سمول باليز سمول شوفوا شنو الفرق بيناتهم. دونك لنا نكتبو مثلا تيست 2 اسم على جسمها الباليز سمول دونك صغيره بالكل. باهي توا نحب نعمل اني ايماج في وسط الباليز هذيك ارتيكل سلاش ارتيكل نحب ايماج ما عادش نحب نحط تكست ما عادش نحب نحط ليان الباج اخرى نحب ايماج. دونك تحت هذوما مثلا خليهم نحنا بلاكش نحطو ديسكريبسيون ولا حكايه تحت ايماج ولا فوق ايماج نحطو تيتخ ولا حكايه دونك خليهم هذوك لي باليز اللي حطيناهم من الاول. دونك باش نعملو ايماج نعملو باليز هذيا ونحطو اس ار سي سورس وين بالضبط الايماج نتاعك. بوغ لو مومون مثلا انا حاطه تصويره ولا لا مشينا جوجل تيليشارجينا تصويره لا حتى شيء. دونك هديو رواحكم باش نمشيو تيليشارجيو تصويره جوست تو نوريكم شنو هي تكتبوا اكزاكتومون في التريتمون. لنا الت دونك في الالت خليو لنا هذه هكا فوالا. ما نعرفش شنو هي التيم اللي باش نحطوه مثلا نمشيو نحنا لانسبلاش.com. انسبلاش.com تلقاو تصاور مزيانين كاليتي واو بروفيسيونيل تلقاو تصاور خلقهم ربي الكل. دونك لنا مثلا ما نعرفش شنو شو باش نختاروا شو باش نختاروا يا جماعه شنو هي باش نختاروا بيبل زعما
عجبتنيش ناتور، اختاروا هذي زعما. أم حليم هذوما تيشارجو هذي، نختاروا حاجات أخرين مثلا هذي، خاطر نحنا عملنا قداش من ارتيكل، تروا واحدة اثنين ثلاثة، أي عملنا ثلاثة، معناها نعملوا تصفيرة هذي زاد نزيدها ونزيد تصفيرة أخرى. أحلاها ما تزاوريتو الحق والله، كاليتيم أحلاها ما أحلاها. بيه ناخدو هذا مثلا، يا أمي خوف. كيما نجم ننظم خدمتي ونعمل دوسيه اسمه إيماج، ونحط فيه ليزيماج متاعي، خاطر ديما أصدر القدام، قدام شي يبدا عندك بروجي طول طولين وعرض وعرضي، شي يبدا فيه 20,000 تصويرة و 20,000 ستار متاع كوبت. ليش نخوف فيكم راهو باش تعرفوا علاش قادمين هكا. دونك عندنا هدية سميوها مثلا إيماج، هدية نسميوها إيماج دو، وهدية نسميوها إيماج تخوا. فلا لا حول ولا قوة إلا بالله يا راجل، هاي سافا هكا امورنا في الشنجل وينجل كما يقولوا. نحنا توا صنعنا دوسي لانك كان تشوفوا الفيديو بتاعنا، عندنا ايماج فيه لي ايماج بتاعنا الكل، نظمين ولا مش نظمين؟ نظمين. اشتركوا في القناه على الفاز، لنا في السورس اس ار سي، هوني باش نحطوا اللين بتاع الايماج باش يقراها. باه مثلا نحنا عندنا ايماج 1 باش نافيشيو ايماج 1، نكتبوا ايماج 1 شنو هي الفورما نتاعها؟ جي بي مش بي ان جي، دونك ركزوا في الفورما، تحسبوا هكا باش تافيشي لك لا. وهاني باش نمشي للسيت ونوريكم اللي هي موش باش يصير شيء. ها نعملوا ريفريش، طلع التصويره ما طلعش التصوير، علاش؟ خاطر نحنا حاطين في دوسي اسمه ايماج، وانت ما ذكرتش دوسي ايماج، جوست حطيت الايماج هكاك وما عرفكش، قال لك ما عرفتكش منين جيت انت، ما نعرفكش. لازمك تعمل ايماج اسم الدوسيي على فان اس هي، دونك تعمل سلاش فوالا، هكا عليك نور وطلعت لنا تصويره، اما تصويره كبيره. شو لازمنا نعملو؟ نصغرو فيها، دونك جوست لنا نكتب ويت ونحطو مثلا 40% ونمشيو نعملو ريفريش في الباج. فوالا تصغر، نجمو تصغرو في التاي يعني، جوست حطيت لكم اكزامبل يعني. باهي نجمو نحطو بار اكزامبل 30، نجربو 30، نجربو 30، سافا هكا نورمالمون خير. كي تحبو مثلا ترجع للستر ولا اي حاجة في تكست ولا في اي حكاية، دونك تعملو بير، لحظة برك مثلا نحطو لنا بير. هكا تولي ترجع للستر، ما فماش كلي سباس كتستغرون هذاك. بارفي بار اكزومبل، كان نعملو ليست مثلا نفسخو هذا، نعملو في وسط سيكسيون نعملو الي، نعملو الي، نعملو الي اخرى مثلا، ليست اخرى ولا لا بي واحد اخرى مثلا، ثلاثة نعملو ريتو لي باليز هذوكم الكل لازم يكونوا في باليز واحدة شو اسمها يو ال، دونك نجيو لنا هي اللي تلمهم الكل، جوست نكتبو هكا باليز ال سلاش او ال ونمشي. بيان سور لازمها توفى لنا تلمهم الكل. بيان سور نحنا في الباج 2، دونك جوست لنا نكتبو مثلا سمر 1 مثلا، سمر 2 او ام سمر 3 مثلا. نمشيو للباج، بيان سور نحنا مش في الباج الاولى اندكس، نحنا في الباج الثانيه، دونك مشو الباج 2 شو تطلع لنا بوينيت ولا بوينيت هذوك كي تحط يو ال سلاش يو ال. باهي بالنسبه لليست كان نحطو او ال، بدلها نحنا هكا نحطو او ال فوالا، ونعملو ريفريش تولي 1 2 3 فوالا. باهي توا جوست حب نعمل فورميلير مثلا، دونك اول حاجه نعملو تيتر ومن بعد نعملو الفورميلير نتاعنا باش تبدا كازين كو. دونك فوالا H2 مثلا، نحطها في باليز H2 ونحطو مثلا فور، مش عارفه لي ديك فورميلير بي، باش نعملو ريفريش في الباج تطلعلك فور. دونك توا شنو باش نعملو؟ باش نعملو الفورميلير نتاعنا. الفورميلير نتاعنا كيفاش نعملها؟ نعملو باليز فور
فوالا باش توفى سلاش فورم. دونك في وسطها نحط الكونتينيو اللي نحب نحطوه. دونك في وسط الفورم نعملو لابيل. اول حاجة لابيل نعطيو نيم، نعطيو مثلا نيم ولا يوزر نيم، يوزر نيم هكا. دونك جوست هذيا لابيل متاع الانبوت اللي باش نحطها، دونك باش تكون لنا. ومن بعد نحطو قدامها الانبوت، ما نعملوش بي باش نرجع ستاب، دونك نحطها وراها بالضبط. الشون هذاك اللي باش تحطو باش تحط فيه الاسم اليوزر نيم نتاعك، تعمل باليز انبوت. ومادام باش يكون فيها تكست لازم نعطيوها تيب، دونك التيب نتاعها باش يكون تكست. فوالا ونعطيو بليس هولدر باش مادامنا باش نحطو اليوزر نيم، دونك نكتبو نفس الحكاية يوزر نيم. نمشيو للباج نعملو ريفريش باش طلعنا شون هكا. ريتو ريتو شنو يطلع؟ دونك اني كي باش نحط اني لنا مثلا سمر تيكايا باش تفسخ هذيك اليوزر نيم اللي كتبناها، جوست هو باش يعرف كيوتيليزاتور يعرف. بار اكزومبل نجمو نزيدو لنا دو بوان ولا ايكال باش تبدا احسن هكا. كيما تنجمو تنحيوها راهو هذيا. توا باش نعملو انبوت اخرى نعملو فيها الباسورد، لكن لازمنا نعملو بير باش يرجع للستر. دونك نعملو بير باش يرجع لنا للستر ولا لا. ومن بعد نحطو الانبوت نتاعنا. دونك نعملو انبوت ولا لا، نعملو لابيل الساعة باش نعطيو اللي هو هذاك باسورد. وفي وسطو نعملو باسورد فوالا لنا تحتها بالضبط باش نعملو انبوت. انبوت هذاك باش نعطيوه التيب تايب نتاعو. دونك لنا باش نكتبو التايب باش يكون مش تكست بيان سور، خاطر الباسورد ديما ماذا بيك كي تكتب الباسورد نتاعك ما يظهرش، لازم يكونوا كريبتي يعني جوست يبداو هكاك البوانات، عرفتوا كيفاش؟ دونك نكتبو باسورد باش يعرف هذاك باسورد، يعني ما يكتبوش تكست عادي. وبيان سور نجمو نعملو نفس الحكايه كيما عملنا في البليس هولدر لنا ونحطو باسورد. فما فاست البوتون راديو كي يبداو تحط وومن ولا مان، دونك نسبنا هذه انبوت ونعطيو التايب نعطيو راديو فوالا. دونك لنا جوست هكا بيان سور نعطيو لابيل زادا كيف العادة باش يعرف فاش قاعدين نخرفو. دونك نكتبو لنا مثلا وومن، كان وومن كوشي وومن، وكان مش وومن ما تكوشيش وومن، هذيك هي الحكاية. دونك اكزامبل اوكي باش تكوشي ولا ماكش تكوشي، دونك تنجم تحط وحدة أخرى مثلا وومن ومان، يعني جوست وريتكم ليكزامبل يعني تابليكيو نفس الحكاية جوست تبدل الاسم تاع الوومن وكها. شو كنت باش نقولكم؟ ولنا تحطوا بير باش يرجعكم للستر. او لا لا تشبيك شبيك 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 شبيك. دونك مشو نعملو ريفريش لنا في الباج اي فوالا. دونك في اي فورمولير لازمك يبدا عندك بوطون مثلا تاع كونيكسيون لا فاليدي ولا انفوي ولا انولي ولا اي حكايه. دونك تعمل انبوت تايب تعطيه لا اله الا الله محمد رسول الله سبميت هكا. ولنا جوست تعطي الفاليو في وسطها شنو يكون اسم البوطون هذاك، مثلا فاليدي تي يحصل ولا تحبوا نتوما سلاش نعملو ريفريش اي فوالا. دونك فاليدي بيان سور البوطون هذا مش يعمل حتى رياكسيون ولا حتى اكسيون، على خاطر ما قلنالوش كي تكليكي شنو هي تعمل، ما عملناش لاكسيون شنو هي بالضبط. و بيان سور ما تنساوش خاطر البوطون لازم يرجع من الاول، دونك تعملو بير سهله برشا. دونك نفس الحكايه اللي عملناها لنا في الارتيكل نكوبيو نفس الحكايه جوست نبدلو الشيما وكهو، معناها اسم التصويره وكهو اسم الايماج. دونك لنا جوست نعملو لنا ديسكريبسيون في الباليس مول وهاش تروات بدلو زاد كيما تحبوا. ولنا في الاسيرسي في السورس بدلو جوست الايماج اللي تحبوا تبدلوه، مثلا ايماج 2 ولنا ايماج 3
فوالا كي نجيو نعملو لنا ريفريش فوالا كيفاش باش تشوفو الباج هذوما التصاور الكل تنجمو تصغرو وكل شيء وبيان سور راهو ديزاين والكل راهو القوة الكل في السي اس اس دونك سي اس اس تروا راهو باش تتعلمو في الفيديو الجاي فوالا هكا وصلنا لاخر الفيديو نتمنى نكون فدتكم اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تحطو كومونتير تحت الفيديو هذايا بيان سور اهم حاجه انكم تبارطاجيو الفيديو هذا لو ماكسيموم مع اصحابكم باش الناس الكل تستفاد وين نشوفكم في فيديو جديد بيان سور سي اس اس تروا يستنى فيكم في الفيديو القادم يلا نشوفكم في فيديو جديد علي اتري بيانتو بسلامه انا مالي فيها اشاش عليا مني اقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني انا مالي فيها اشاش عليا مني اقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني